الشركات. أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد رح نتكلم فيه على كيفية العمل بإتقان على لوحة المفاتيح الكيبورد. طبعا الأمر بداية لأجل خط أحمر اللي هو موضوع صحتكم، فموضوع الكمبيوتر أو بيئة العمل الحاسوب تشد المستخدم بشكل غريب، تنسف منه مقدراته الزمنية، لكن مع فترات الزمن الطويلة والعمل الطويل تبدأ الأعصاب بالألم. واحد ما بيدري بقى كيف مصدر الألم وشو اللي كان وشو أسبابه، ومع القدم هذا العمل يعني مع كثرة هذا العمل ربما يسبب أزمات تانية. فموضوع مراعاة الصحة في العمل على الحاسوب الأمر من مستلزمات التكلم فيه بهذا المكان إن شاء الله. موضوع المجلس بالنسبة لموضوع الكرسي، طبعا مو أي كرسي ممكن أنا أقعد عليه لحتى نبدأ بالعمل على الكمبيوتر، بده يكون في كرسي خاص لهذا الأمر. الآن كلامنا على موضوع كيفية قيادة لوحة المفاتيح بحيث أنه أنا أضمن سلامة أعصاب يدي أول أمر، لكن مخرجات الموضوع رح أنا أحصل على مخرجات إضافية أروع بكتير من موضوع أنه أنا فقط بس ضمن سلامة الأعصاب تعول اليدين. تمام؟ المخرج الأول أني أنا رح أكتب بسرعة. تمام؟ المخرج الثاني أني رح أحفظ المفاتيح غيبا، يعني أنا عندي سلامة الأعصاب، والتاني شيء الكتابة السريعة، وتالت شيء الكتابة على الغايب، يعني وحدة بعد الزمن والممارسات إن شاء الله والالتزام بالقواعد رح نشرحها حاليا رح تضمن فيها تماما أنه أنت عندك ثلاث مخرجات، أولهم سلامة الأصابع والأعصاب، ثانيا الكتابة السريعة بسرعة بسرعة، فالسرعة هذه سرعة ملحوظة، فلذلك تسمى مهارة متقدمة، تسمى مهارة الطباعة باللمس. كثير من الأشخاص اللي بيتبعوا بيخضعوا لتدريبات خاصة على هذا النحو. هذه المهارة تقدم بصراحة للمكفوفين وتسمى قواعد المكفوفين للتعامل مع الحاسوب، حيث أنه يقود العملية من خلال اللمس على لوحة المفاتيح. تمام؟ والجميل في الموضوع اللي رح أنا أكتب بشكل سريع، وأنا أستخدم أكبر قدر ممكن من أصابع اليدين، أضمن فيه سلامة الأعصاب، ويكون عندي هذه المخرجات الثلاثة من سلم الأولويات رح أقدها معكم الآن ونتوكل على الله. طبعا أنا محتاج مدرب مساعد لحتى أتقن عملية الكتابة بهذه المهارة. تمام؟ واستخدام الإتقان بشكل تام للوحة المفاتيح. طبعا قبل ما أبدأ في موضوع شرح البرنامج رح أقول لك أنه لوحة المفاتيح في عندي إلها ثلاث نتوءات إضافية، تمام، بتميز المفاتيح الثلاثة عن بقية المفاتيح التانيات، بمعنى أنه حرفي التاء والباء، تمام، حرفي التاء والباء بتوضع عليهم نتوء، فأنت على الكيبورد الخاص بجهازك المحمول أمامك لو أنت تلمست على هذه المفاتيح راح تلاحظ وجود النتوء، عبارة عن نتوء بارز على سطح المفتاح. تمام؟ بلوحة الأرقام في عندي الرقم 5 يوجد عليه أيضا النتوء. رح نتوجه على لوحة المحارف بشكل عام اللي هي الأكثر اعتماد علي الآن. تمام؟ الموضع السبابتين هم موضع حرفي التاء والباء. تمام؟ هذول المفتاحين أنا بضع السبابتين اليمينية واليسارية بهالشكل هذا، والأهم في الموضوع وخليه عندك إياه الآن قاعدتك إنه أنا إيدي ما بصير ترتفع لفوق على مساحة الحرة على يمين ويسار الماوس، إيدك ما بصير تشد نهائيا لفوق. أنا أضبط دياتي الراحتين على مسند يمين ويسار الماوس على المساحة الحرة اللي هي على سطح الجهاز اللي أنا شايفه أمامي. تمام؟ وأنشر صابعي على لوحة الكيبورد وأضع السبابتين على حرفي التاء والباء، ورح نتعلم مع بعض الآن كيفية العمل على مدرب الطباعة الحديث. يلا مع بعض. البرنامج الآن موجود بالدسكريبشن الوصف، فيك تحمله الآن مباشرة. رح يكون الملف مضغوط، تنقر باليمين لعمل إكستراكت أو استخراج الملفات، رح تظهر لك المجلد، هذا المجلد ما في داعي لتصفيق برنامج، البرنامج موصف وجاهز. تمام؟ كل ما عليك فقط نكبر شوي رموز مشان شهادتك كلياتها، كل ما عليك فقط النقر مرتين على أيقونة مدرب الطباعة الحديث، رح يشتغل معك التطبيق مباشرة. تطبيق بسيط، يوجد 10 تطبيقات اللي بتعلمني الآن اللغات الإنجليزية والتركية والفرنسية والعربية اللي بدك إياها. هذا البرنامج هو مختص الآن باللغة العربية اللي نحن مستهدفينها الآن. أنقر مرتين استدعاء التطبيق، أنقر على عربي، أعطي أوكي وأختار زائر. راح يطلع عندي الآن 14 حلقة، 14 تدريب، 14 مستوى بهالشكل اللي أنت فاهم لي إياه. فلما أمرر المشيرة على
المحتوى التمرين أو المستوى اللي أنا فيه رح يعطيني ما هي الحروف اللي أنا لازم أتعلمها بهذا اللقاء أو بهذا الدرس. نصيحتي لحضرتك أنت ابدأ الدرس الأول بداية ولا تروح إلى أي مستوى آخر إلا أنت إذا أتقنت هذا المستوى تماما. طبعا لما أنقر عليه رح يبدأ الآن المستوى بالشروحات اللي شايفينها أنقر على الشاشة. رح يقول لي الكلمات أو الأحرف المراد كتابتها هي بالسطر الأول تمام. عدد الجمل رح يعطيني كم مرة كتبت، عدد الأخطاء رح يعدل لي إياها، سرعتي في كل دقيقة والسرعة بالحرف لكل دقيقة، طبعا الكلمة والحرف حلو الكلام. وبس بدأ بالكتابة رح يشتغل عندي هون العداد. فالأمر جميل، عبارة عن أكشن خاص بجيمز بسيطة أتقن فيها مهارة الطباعة باللمس على لوحة المفاتيح. طبعا عيونك انسى انه هني على الكيبورد اطلاقا، فقط انت اعرف موضع السبابتين حرفي التاء والباء، وانظر على المفتاح اللي راح تنكر عليه وبالاصبع اللي راح تنكر عليها البرنامج راح يساعدك. فانا عيوني على الشاشة تمام، والاصبعتين او السبابتين حرفي التاء والباء راح انكر باصبع الصغير اللي مأشر علي على حرف الكاف، ثم الميم النون والتاء تمام سبيس بالابهام الايسر، وبرجع للشين والسين والياء والباء، برجع بالإبهام الأيسر لموضوع السبيس أو الفراغ، وبرجع بعيد الكاف والميم والنون والتاء، وبضل بعيدة مرة مرتين ثلاثة أربعة. أنت الآن إذا كان أخطأت بدأ لاحظ، بدأ عداد الأخطاء، بدأ عداد الأخطاء ولاحظ المدة الزمنية شغالة عليك. فبترجع بتصوب بإصبعتك تمام، وبتبدأ بالكتابة تمام. فبضل مستمر فيها ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة. فأنت كل ما اشتغلت أكثر كل ما أنجزت أكثر، كل ما اشتغلت أكثر كل ما أنجزت أكثر تمام. ننقر على مفتاح الخروج. إذا حبيت تنتقل بعد إتقانك لهذه المهارة الدرس الثاني، فبتلاحظ أنه هو رح يضيف عندك مفاتيح جديدة، تمام. هذا هو المستوى الثاني. رح يقلك التاء والألف هم بالسبابتين، تاء والألف بالسبابتين، وعندك الباء تمام، عندك الباء بالسبابتين. بدأت الأخطاء، هذه الباء تمام، والمسطرة والتاء والألف، تاء والألف تمام بهالشكل هذا. فتتمرن على درس درس أو مستوى مستوى، وبتشوف عدد الأخطاء وبتقيس معدلات أدائك تمام. ونصيحتي لحضرتك مرة تانية، لا تنتقل لأي مستوى آخر إلا تضمن خروجك من هذا المستوى بشكل كامل. عندي 14 مستوى، خلي نفسك إذا عندك أنت كل أسبوع يعني حضرت مستوى واحد كل أسبوع تتمرن عليه لكل يوم 5 دقائق فقط لا غير. فأنت بعد 14 أسبوع أضمن لك تكتب بسرعات خيالية، وأضمن لك أنك تحفظ اللوحة على الغيبا، وأضمن لك إن شاء الله تعالى أنك تضمنت سلامة أعصاب يديك. كان معكم أخوكم أحمد صالح، دمتم بألف خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.